You can't win the war against the world if you cannot win the war against your brain. السلام عليكم شباب، نتمنى تكونوا بخير. معكم اسماعيل الفاضلي ومرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنت اول مره تفرج في شي فيديو ديالي ومهتم بالمحتوى الهادف، ضروري تهبط لتحت ورك على ديك سبسكرايب باش يوصلك ديما الجديد. كما وعدتكم في الفيديو الاخر اللي درت على استراتيجي ديال مارتينو بدين ستادي لي ستادي سمارت، اللي مازال ما تفرجش فيها غادي نخلي لك اللي هنا في الفوق، سير تفرج فيها. فهاد الفيديو هادي غادي نعطيكم استراتيجي ديالي انا كيفاش كنقدر ننظم الوقت ديالي وكيفاش كنقدر نبقى بروديكتيف واكثر واكثر انتاجيه في النهار. كيف ما كنعرفوا حنا كاملين عندنا 24 ساعه في اليوم، يعني البشر كامل سواسيه في هذه المساله هذه. ولكن واش عمرك سولتي راسك شنو كيدير الفرق ما بين الناس اللي يقدروا ينجحوا في الحياه ديالهم والناس اللي ما ناجحينش؟ في النظر ديالي انا الفرق بيناتهم هو الطريقه ديال التعامل ديالهم مع الوقت ودوك الاختيارات الصغيره اللي كيديروا يوميا. وحاجه اخرى ضروري خصك تعرفها هو انه الدماغ البشري مصمم بواحد الطريقه باش يخليك ديما في الكونفورت زون ديالك ولا في المنطقه ديال الراحه ديالك. علاش؟ حيت هو بالنسبه لي اي نشاط غديرو سواء كان بدني ولا تفكيري غادي تضيع فيه، غادي تحتاج فيه واحد السعرات الحراريه، واحد الطاقه. وبالنسبه لي هو دوك السعرات الحراريه خصو يحافظ عليهم، حيت حنا تكوننا بحال ما هكا. فالقديم ديال الزمان كانوا الناس ما كيقدروش ياكلوا بزاف، خصو تياكلوا غير واحد الاكله ولا جوج في النهار. داكشي علاش الجسم ديالنا تطور بهذه الطريقه هذه باش يبقى كيحافظ على دوك السعرات الحراريه، باش الا جاب الله ما كليتيش يكون عنده واحد المخزون. هادشي علاش خصك تعرف دير الفكره هذه في الدماغ ديالك وتحدى الدماغ ديالك، ما تستناش ما تستجبش لدوك الافكار اللي يقول لك ماشي انا غتبغي تبريباري، غادي يبدا يقول لك خليها حتى العشيه ولا خليها حتى الغدا. ما خصكش تبدا تستجب لهاد الافكار هادو، حيت هو باغي كيبقى في داك الكونفورت زون ديالك وهذا هو الهدف ديالو. خصك تحدى الدماغ ديالك ودير واحد الفكره في راسك بلي الدماغ ديالك راه كيعطيك ديما كيبغيك تكون في الكونفورت زون ديالك. حاول انك تفورسي راسك واخا ما ساهلاش، هادشي اللي غيخليك تكون ناجح في الحياه ديالك. سو خلينا نبداو وغادي نبارطاجي معكم خمسه ديال لي تيبس ولا خمسه ديال الطرق كيفاش تقدر انك تمانجي راسك في النهار ديالك وتكون اكثر برودكتيفيتي. التيبس الاولى وهي تو دو ليست. غادي نشري واحد الاجنده بحال هذه ما كتعداش الثمن ديالها 12 درهم 15 درهم. انا شخصيا قبل ما ننعس يوميا كنكتب شنو غادي ندير في النهار الموالي. مثلا غادي نفيق في الصباح، غادي ندير سبور ولا غادي نتمشى، غادي نبريباري، غادي نقرا كتاب. المهم كدير اي حاجه باغي ديرها في النهار الموالي. واحسن حاجه هي انك دير لها واحد الوقت. مثلا غادي تبريباري من 10 حتى 12 ودير الماده. مثلا غادي تبريباري ليكونومي جينيرال ولا الطبيعيات ولا الفيزيك ولا العربيه. المهم غادي دير شنو باغي تسمي ولا غتقرا شي كتاب. مثلا العشيه غادي نمشي لاصال كذا ميديتيشن. المهم كتنظم النهار ديالك وثق بيا التنظيم غادي يخليك تكون اكثر برودكتيفيتي في النهار ديالك وغتكون منظم في الحياه ديالك وغادي تبدا دير بزاف ديال الحوايج وغتستغل الوقت ديالك بواحد الطريقه اللي هي فعاله. التيبس الثاني اللي غندوي عليها في هذا الفيديو هذه وهي الديدلاين او تحديد الوقت. صراحه هاد التيبس هذه انسبيريتها من الناس دايلي، هاد السيد اللي عنده واحد الكونسيبت زوين بزاف في اليوتيوب، ننصحك الا ما كنتيش متبعو تمشي تبعو. واحد النهار قال في واحد الفيديو ديالو بلي هاد النجاح اللي وصل ليه كامله ما وصل ليه انما عن طريق الديدلاين او تحديد الوقت لاي مساله في الحياه ديالو. مثلا هاد الفيديو هذا اللي كتفرج فيه خدم بواحد الديدلاين، كاين الوقت فاش تفيلما، كاين الوقت فاش تمونطا، وكاين الوقت فاش كان فاش غادي تبوستا. اي حاجه كدير لها واحد الديدلاين وهكا كتكون اكثر برودكتيفيتي في النهار ديالك. وثق فيا هادشي كلما زدتي في التنظيم ديالك كلما كتزاد البرودكتيفيتي ديالك وكلما كتزاد النسبه ديال النجاح ديالك. التيبس الثالثه او النصيحه الثالثه اللي باغي نبارطاجي معكم وهي ديب فوكس ميوزيك. صراحه انا شخصيا كيعجبني وانا خدام ولا كنقرا ولا كندير واحد النشاط اللي كيطلب مني انني نكون كونسونتري لواحد الوقت طويل، كندير هاد الموسيقى هادي. غتمشي ليوتيوب غتكتب ديب فوكس ميوزيك ولا كلاسيك ميوزيك، هي واحد الموسيقى اللي ما فيهاش الكلمات، كيكون فيها غير واحد الموسيقى هادئه وتيكون فيها دي فريكونس، حيت الدماغ ديالنا خدام دي فريكونس كيمشيو كياكتيفو ليك واحد الهرمونات اللي هي كتخليك مثلا كتستمتع وانت كدير داكشي اللي كدير كتقرا ولا هذا، وكتخليك انك تبقى مركز لواحد الوقت طويل. صراحه ننصحك انك تجربها غادي تنفعك بزاف وغادي تعاونك انك تكون مركز لواحد الوقت طويل. التيبس الرابع اللي باغي نبارطاجي معاك وهي السبور. ضروري كندخل واحد الحصه ديال الرياضه باش نهرس بها الروتين ديال الخدمه ولا ديال القرايه ولا ديال داكشي اللي كندير. كاين دراسات علميه اللي كتبين ان الرياضه عندها واحد الدور كبير على الجسم ديال الانسان وخصوصا على الدماغ ديالو، وكيخليوه يفرز هرمونات بحال الدوبامين والسيروتونين. هاد الهرمونات هادو اللي كيعاونوك بزاف وكيخليوك انك تكون اكتيف وفي نفس الوقت افكتيف. وكاين بزاف ديال التاثيرات اخرى ديال الرياضه بحال تنشيط الدوره الدمويه والزياده ديال المردوديه ديالك وبزاف ديال الحوايج اللي هي ايجابيه. داكشي
علاش كندخل واحد الحصه ديال السبور من بعد ما كنحس براسي بلا كيمشي ليا التركيز وعييت من الخدمه ولا من القرايه ولا من داكشي اللي كدير. مثلا خرج ضرب واحد المشي ديال 30 دقيقه ولا ضرب واحد الجريه خفيفه ولا خرج لعب مع الدراري كره تعجبك الدانس دانسي تعجبك هذا دير البوشاب مهم حرك الدوره الدمويه ديالك وغادي ينفعك بزاف. ومن بعد ما كترجع انك تعاود تبريبار ولا انك تعاود تخدم غادي ترجع بواحد المردوديه اكثر وغادي يكون واحد النفس جديد. التيبس الخامسة والأخيرة اللي غادي نبيع لها في هذا الفيديو هادي وهي The 5 Second Rules ولا قاعدة الخمس ثواني اللي دوات عليها ميل روبينز في هذا الكتاب هذا The 5 Second Rules. أنصحك أنك تقرأ كتاب زوين فيه معلومات زوينة بزاف، سينو غتمشي لليوتيوب غتكتب The 5 Second Rules ولا غتكتب ميل روبينز غيطلعوا عليك بزاف ديال لي بودكاست ولي زانترفيو ديالها اللي دوات فيهم على هذه القاعدة هادي. واللي لا باز ديالها ولا البرانسيب ديالها هو أنه فاش كتبغي دير شي حاجة اللي هي خارجة من الكونفور زون ديالك ولا من منطقة الأمان ديالك الدماغ ديالك اوتوماتيكمون كيبدا يصيفط لك دي ميساج بحال خليها حتى غدا خليها حتى العشيه راك عيان دابا كتبغي تفيق بكري تيقول لك يبقى ناعس. كما قلنا في البدايه ديال الفيديو الدماغ ديالنا مصمم باش اننا نبقاو في الكونفورت زون ديالنا ولا في المنطقه ديال الامان ديالنا وما يضيعش في الطاقه. هنا كيجي الدور ديال ذا 5 سكند رولز ولا قاعده الخمس ثواني. فاش كتبغي دير شي حاجه اللي هي خارجه من الكونفورت زون ديالك استعملها. مثلا انا فاش كنبغي نفيق بكري ينفوكيسون لي التليفون كنحسب 5 4 3 2 1 كنوض. مثلا باغي تمشي لبلاصه نحسب 5 4 3 2 1 وسير. باغي تبريباري نفس العمليه وكيف ما لاحظتوا كنحسب بواحد العدد اللي هو تنازلي من 5 4 3 2 1 وهكا كتخدم هاد القاعده هذه. And if I didn't move within 5 seconds my brain would step in and talk me out of it. Every human being has a 5 second window, might even be shorter for you. You have about a 5-second window in which you can move from idea to action before your brain kicks into full gear and sabotages any change in behavior. طبقها وكن على يقين انها غادي تخدم معك وتعطيك واحد النتائج كما خدمت مع الملايين ديال الناس. دخل لي فيديو غتشوف الفيدباك كيفاش الناس قدرت تبدل لهم الحياه ديالهم. وصراحه انا خدامه معايا كنستعملها وخدامه مزيان. سو هنا غنكون ساليت معكم الفيديو ديال اليوم اللي بارطاجيت معكم فيها خمسه ديال لي تيبس ولا خمسه ديال الطرق كيفاش تقدر تكون منظم اكثر في الحياه ديالك وكيفاش تقدر تكون مور بروديكتيف. نتمنى تعجبكم الفيديو ونتمنى يكون عجبكم المعلومات اللي كاين فيها، ولكن راه ضروري خصك تطبق حيت السمع بوحدو راه ما تيجيبش الريزولتا. وكيف ما قلتلكم في الاول ديال الفيديو you cannot win the war against the world if you cannot win the war against your mind or your brain. ما عمرك ما تقدر تربح الحرب ضد العالم الا ما ربحتيهاش ضد راسك ضد الدماغ ديالك. When serotonin increases your brainwave patterns go into beta, that's because you're going to pay attention more to the outer world. When you're in meditation and you close your eyes and you eliminate light and it's dark in the room and you play music in the background, you put earplugs in, you're getting less sensory data coming in from your environment, so the neocortex is not so preoccupied with trying to create meaning between the outer world and the inner world. You're forgetting about the outer world and the inner world is where you're cultivating something. شكرا بزاف حيت تفرجتي في هذا الفيديو حتى الاخر. هادشي كيعني انك باغي دير واحد التغيير اللي هو ايجابي في الحياه ديالك. بدا كتطبق هاد الطرق، بدا غير بوحده ولا بجوج شويه بشويه، المهم انك تبقى في البروسيس. هبط لتحت دير لي هذيك السبسكرايب الا ما كنتيش دايرها، خلي لي شي كومونتير زوين وتسنى لا فيديو الجاي الجمعه الجايه ان شاء الله اللي غادي تكون على اغنى رجل في العالم. القصه ديال هاد السيد هذا اللي واعره بزاف غادي نبارطاجيها معكم الجمعه الجايه ان شاء الله. وهذا ما كان بيس اوت.